مرة سيدين رشاد خرج لك شحال؟ 25 سيدين داخل احنا سيد على السول ما يهبط تحت 33 بعد المرات كتشكلف مع داخل البحر داخل راه كيديروا 25 نصف الراس انا خاف اقول واحد هنا عادي خاف مرحبا فين؟ علاش عقدت هذاك؟ معلم من الراس من القلقل 33 قطعة هنا من القلقل عليه هنا 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 هذا شي واحد اخر هنا تقلب عليه ما تلقاش تدخل لك واص تقطع فيها من فم 33 كيما شفتوا الخوت احنا الشبكة إن شاء الله غيقطعوها على ثلاثة دابا الشبكة فيها 100 مية كنحسبو 33 ونقطعو من هنا الريوس ديال القطعات كنعلموهم باش يفو نقطعوها يبقى الراس ديالها باين نقطعو الشبكة على 33 مية وكاين اللي كيقطعها من النص على 50 مية وكاين اللي كيديرها على ماها 100 مية حيدو هذه القطعة هذه نفرجو فيها ثلاثة هذا القطعات هانتوما الخوت حنا الشبكة هي وجدت معنا ثلاثة طروفة كل طرف فيه 33 مية مزيان غنجمعوهم إن شاء الله دابا غنبداو في الضاوي غنوريكم إن شاء الله الطريقة بحالاش كيتقطع الضاوي عاوتاني الشبكة من تحت عثمان هي ذاك الشبكة من تحت ها الشبكة هي ذا من تحت حزين اما ديش وقال عز علاش حاجة أكثر من هالشي؟ ها؟ أنت؟
هانتوما الخوت الى بغيتو تقطعوا طروماي ولا الشبكه الضاوي خاصكم ضروري يكون مجبد مزيان موانطي باش تجي القطعه سهله يكون شي موس ماضي نيت. هو الرئيس دابا يبدا يحسب نوريكم خاصك تحسبو كامل باش تعرف على شحال تكسمو على ثلاثة. لا عزيز ها سهله لي القطعه حسب انا بدك تحسب احسب عا وحده وحده جي عاود بين وحده بالوحده وعادي عاد الوحده بالوحده33 يا 11 عين دابا غتقطع من النص غتقطع من هنا والاخرى ثاني غتقطع من هنا يعني غتشيطها وحده وحده ونص عين نص عين نص عين ما دايروا والو ما يكون قد بحال غتحيد انت مايه دابا نص عين هاي باش تحيد والاخرى ثاني نص عين باش ما يبقى نص عين ما داير والو غادي يولي شي طالع وشي معوض اللهم حي براسة ونص براسة ونص قاسة بين الفرشيه والفرشيه عالم دابا هادشي راه خصك تبلاني على حساب الخدمه اللي بغيت انت شوف كيف بغيت تعوم تكثر الفرشي
فوق شوية باش تبقى شادة. صافي تربط مع الهضرة قال 1000 فرشية ولا قال جوج برايس تقريبا بين فرشية وفرشية. نص عيني قال لي كاين ونص عيني قال لي كاين نحسك هذه هنا غنبقى نص دقيقة في وحدة غنخلي كل شيء احنا كما كتشوفوا الخوت من بعد ما قطعنا الضاوي على ثلاثة نفرشوه عاوتاني نجمعوه دابا باش يجي طويل غادي كل الطرف غنزدوه مع خوه ثلاثة الطروف دابا ونخيطوهم دابا كاملين بثلاثة باش يجي ضاوي طويل والضاوي الاخر عاوتاني نديرهم من لافاس الاخرى باش تجي الشبكة الوسط والضاوي من هنا والضاوي من الجهة الأخرى جوج ضاويات هذا هو اللي كيخرج منو الطروماي. نتمناو إن شاء الله أنه تستفادوا معنا إن شاء الله من هذا الفيديو. تحياتي لكم جميعا الإخوان الأخوات ما تنساوش تدعمونا ديما جيو بارطاجو مع صحابكم تحياتي راه يا معلم هنا الراس راه هاديك الساعة واحدة هون يقول له ابو العريض كيصاوب هادشي كيصاوب بالخير هاي شحال ديال الشبكة كان كيصاوب واش يصاوب؟ كان كيصاوب هادشي كامل الله يرحمه مسكين الله يرحمه والله يخيرت
طاف شوية. أنس هو أنس وبسلامة تغاد القرو أنا بلاستيك دير طمع الماء كنت عليه ذكاء وعد. إيه. قلت لك الرأس. دب درتي واحد من هوك واحد من هوك ثم درتي واحد من هوك واحد من هوك ما كاين تعال هذا الشيء هذا كثير منكش هذا ها هو الدب عاد كمل الاول انا بغيت دير الفرق لو خرجي حداهم من الثالث حلو قلت له بلا خليه في باندا واحد بلاتي الدوبل ها؟ الدوبل راه خاصو يجي لتحت ياك الدوبل يجي لتحت ولا فوق؟ تحت هو راه هو داك اللي عندنا تما شحال كاين من الدوبل واحد ما كاين واحد هذا الدوبل هذا الدوبل هذا الدوبل نعم واش هاد القضية ديال الطوبل يا خويا؟ الطوبل كيقشح شوية ولي تحت بعد كيجي في البلوم هذا كيجي في البلوم ويجي في الحجرة واحد الطوبل خاصو يعود لتحت موالي الحجر فين غادي يجي في هاد الطوبل هذا ديما كيجي في ليل دول كيجي في التحت وكتسمع بحال دابا غادي تسمع 33 غتعطيك هنا واحد العين عطيك واحدة عطيك جوج هو اللي كيتسمى الدوبل برد Thank you.
زايدة 90 راي راي راسي هذا اللي بيزدي هذا صافي قبل هو قالك ممكن قبل هذاك الراس الاول صافي تسلم الاخبار ياك ولا عليه العمده هو شمشطون